بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواني الأفاضل وأخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الدروس عن تعليم اللغة الإنجليزية. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم في الدارين. وياكم خلف الميكروفون أخوكم عناية الله. في الدروس السابقة تكلمنا عن القواعد للقراءة، أو reading rules، أو مثل ما يقولون phonics، أو القواعد الأصوات. وكذلك تكلمنا عن الواو والحروف المتحركة، وشفنا الحروف المتحركة طويلة والقصيرة، وشفنا في الدرس السابق المقارنة ما بين الحروف المتحركة الطويلة والقصيرة. الدرس اليوم يعني راح نتكلم عن نفس الموضوع، عن المقارنة ما بين الحروف المتحركة القصيرة والحروف المتحركة الطويلة، يعني comparing long vowels and short vowels. فاليوم يعني المقارنة الأولى اللي إن شاء الله بنتكلم، الشورت اي او الحروف المتحركة الاي القصير، وكذلك اللونج اي والحروف المتحركة الطويلة الاي، وكذلك شورت اي الحروف المتحركة القصيرة اي. فيعني أخوان الكرام، هناك الفرق البسيط ما بين هاي الثلاثة الحروف، وأكثر الأخوان يواجهون مشكلة في هاي الحروف. فاليوم راح إن شاء الله نتكلم وناخذ بعض الأمثلة، وعليكم أن تتكلمون وتنطقون ورايا. وأخوان الكرام، مثل ما قلت في دروس السابقة، اللغة الإنجليزية سهلة جدا، يبالي شوية جهد وتركيز والتمرين. فإن شاء الله يعني بعد ما نكمل هاي دروس، إن شاء الله يعني الأخوان يقدرون على القراءة اللغة الإنجليزية. الحين نشوف الأمثلة، الشورت اي، لونج اي، والشورت اي. نلاحظ الفرق البسيط ما بين هاي الحروف المتحركة. وأول المثال اللي عندنا بي اي ان بان، يعني الحين في هاي المثال عندنا A والA من حروف المتحركة، وعندنا فقط A وحدة، فهاي حرف متحرك القصير. فالكلمة PAN PAN، ونشوف هني الحرف المتحرك الA طويل مع الاي. وقلنا اذا مثلا عندنا اثنين من الحروف المتحركة في الكلمة، فاول حرف المتحرك بيكون طويل والحرف الثاني بيكون صامت، او احيانا يمكن عنده الصوت خفيف. فالكلمة الثانية PAIN PAN، الأولى PAN والثانية PAN، وكذلك الحرف المتحرك الإي القصير PEN PEN. يعني نلاحظ هناك فرق بسيط ما بين هاي الأصوات، ولكن هناك يعني فرق. فأول كلمة PAN PAN PEN، والمثال الثاني SAT SAT sat، ال a المتحرك القصير وال a المتحرك الطويل s a t e sat sat، وال ال e المتحرك القصير s e t set sat sat set. وكذلك نشوف المثال الثالث f a t fat، ال a طويل F A T E fat fat، وال E القصير F E T fat 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 fat. والمثال الآخر A قصير M A N man، وال A طويل M A I N main. وكذلك E القصير M E N men man main men. والمثال الآخر P A L pal P A L E A طويل pal، وال E قصير P E L pal 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 pal. فشفنا يعني هناك أصوات هاي الحروف
قريب مع بعض، لكن إذا نلاحظ هناك يعني فرق بسيط جدا. وهذا الفرق كيف يعني نتفرق هاي الفرق ما بين هاي الأصوات؟ يبالي تمرين، فعليكم يعني تسمعون هاي الدرس مرارا لين ما ينطبق القانون ولين ما تعرفون القوانين. وكذلك الحين نشوف الشورت اي او الاي القصير واللونج اي او الاي الطويل. فاول مثال اللي عندنا R-E-D red، الاي طويل. R-E-A-D read، يعني الفرق الواضح red read. وكذلك المثال الثاني W-E-T wet، والاي طويل. W-H-E-A-T wheat wheat wet wheat. والمثال الثالث S-E-T set set، وكذلك E طويل. S-E-A-T seat set seat. وكذلك ال E القصير في المثال الآخر M-E-N men، وال E طويل. M-E-A-N mean mean، E قصير men، E طويل mean. وكذلك مثال الآخر F-E-L-L fell fell، وال E طويل. F-E-E-L feel feel fell feel. والحين نشوف المثال الآخر E قصير B-E-T bet، وال E طويل B-E-A-T beat beat bet beat. فالحين عليكم ان تكتبون كلمات من عندكم. يعني في البداية احنا ما بنتكلم عن معاناة هاي الكلمات، يعني فقط بنركز على قواعد القراءة. فان شاء الله للمفردات، ان شاء الله في الدروس القادمة بنتكلم عن المفردات وبناخذ المفردات الضروري. الحين يعني لا تركزون المفردات او المعنى هاي الكلمات. في هناك الكلمات اللي عندهم معنى في هاي الدروس القراء، وفي الكلمات اللي ما عندهم المعنى. فالحين يعني لا نتكلم عن المعنى الكلمات، يعني فقط نركز الاصوات الحروف المتحركة. وكذلك الحين نشوف الامثلة اللونج اي والشوت اي. يعني لونج اي طويل، وشوت اي الاي القصير. يعني هناك فرق في الصوت، ونشوف هاي الفرق. فاول المثال اللي عندنا اس اي اي تي سيت، يعني هنا عندنا اي طويل والاي قصير. اس اي تي سيت سيت سيت، والفرق واضح. المثال الثاني D-E-E-P deep، والآي القصير D-I-P dip deep dip. وكذلك المثال الآخر B-E-A-N bean، والآي قصير B-I-N bin bean، إي طويل bin آي قصير. وكذلك نشوف المثال الآخر الإي طويل F-E-E-T feet، والآي القصير F-I-T fit feet fit. وكذلك إي طويل في المثال الآخر P-E-A-L peel، والآي القصير P-I-L-L pill peel pill. وكذلك مثال آخر S double E K seek، والآي القصير S I C K sick seek sick. فالحين يعني عليكم ان تكتبون على الأقل 5 الكلمات من long E والشورت I. والحين نشوف نتقارن الشوت اي او الاي القصير، وكذلك الشوت اي الاي القصير، واللونج اي الاي الطويل. يعني شو الفرق ما بين هاي الحروف المتحركة؟ فاول شيء نشوف الاي قصير او شوت اي،
RID ريد، اي قصير RED ريد، وكذلك اي طويل RED ريد، ريد ريد ريد. كذلك نشوف المثال الثاني SIT sit، اي القصير او شوت اي، وكذلك الحين نشوف الاي قصيرة او شوت اي SET set، ونشوف الاي طويل SEAT seat، sit set seat. ونشوف المثال الآخر FID fid، ونشوف الاي القصير FED fed، ونشوف الاي طويل FEED feed، fid fed feed. وكذلك نشوف المثال الآخر PILL pill، والإي القصير PEL pell، والإي الطويل PEEL peel pill pell peel. وكذلك نشوف المثال الآخر PICK pick، أي قصير، والإي قصير PECK pack، والإي طويل PEAK peak pick pack peak. فأخوان الكرام، الحين عليكم أن تكتبون الكلمات من عندكم، المقارنة اللي تكلمنا اليوم، يعني تكتبون على الأقل 5 كلمات من كل الحروف المتحركة القصيرة والطويلة اللي قارنا. فانتهى درس اليوم. إذا عندكم أي ملاحظة يعني تقدر تترسلون على الإيميلي، وكذلك لا تنسون من صالح دعائكم. مع السلامة.